حاجات غريبه جدا بقول لك الواحد بيشوفها هنا والله بجد. يعني مش عارف هل احنا ممكن نلعب مثل هذه المباريات النهائي بتكسب ولا تلعب؟ الكلمه دي انا فهمتها دلوقتي. يعني ايه؟ يعني ممكن انت تعمل جو على المباراه يخلي لعيبتك ينزلوا الملعب متوترين، شايفين ان اللي بيحصل. ما هو انا لو لعيب ما انا اكيد بسمع كل هذه الامور، ولا انت رايك طبعا إيه؟ لا يعني حتى لو الفريق معزول عن الاجواء يعني على قد، لكن اكيد بيتكلموا يطمنوا على اسرهم بعض، اكيد بيفتحوا موبايلاتهم ولو يعني دقائق او يعني ساعات قليله في اليوم في الوقت الفاضي، فاكيد متابعين. الدنيا ما بقتش زي زمان الامور مغلقه، فاكيد طبعا اكيد لازم يبقى فيه شويه قلق لما كمان نسمع دلوقتي الموضوع دخل فيه جمهور. فاكيد اللعيبه لو او الاداره لما تسمع ان في مشكله ممكن تواجه جمهورها اثناء الدخول، ده امر اكيد بيأثر سلبا. نفتكر نهائي رادس 2018 كان في بعض المشاكل قبل المباراه اكيد اثرت على الملعب فنيا. 2017 النهائي 2007 حتى احنا ما كانش فيه نفس الاجواء دي، لكن كان في اجواء تانية بنشوفها اللي زي بركات ياخد انذار تاني ويتوقف وهو المفروض ياخد ضربه جزاء. نيجي هنا في القاهره وكان مكتوب ان في كده قانون خفي في الكاف ان مفيش او مش مفيش نادي، النادي الاهلي ما ياخدش ثلاث بطولات متتاليه باي طريقه، لان هو النادي الوحيد اللي بيلعب فاينل للسنه للمره الثالثه على التوالي للمره الثانيه في تاريخه، مفيش نادي عمل الموضوع ده. فالاجواء اعتقد ان بالمنظر ده ان نقول جمهور عام، نعدي جمهور عام يطلع لنا التذاكر، نعدي التذاكر يقول لك الفار، نعدي الفار يعني. طب معلش المباراه تلعب في ملعب ليه محايد يعني؟